أهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقة الرابعة من الوك ثرو للايزو بي. معكم جيمي، يلا نبدأ. أنا بصراحة بلشت أصور في الحلقة وعملت كم من شغلة، ولكن اكتشفت أني ما كنت عم بسجل، فلذلك راح أحكي لكم الشغلات اللي عملتها على السريع. هلا إحنا في نهاية الحلقة الماضية قتلنا السكرابت ووتشمان، تمام؟ هذا البوس أعطانا السول تاعته، هلا ديفنتلي راح يعطينا سيف، فإذا أنت بدك التروفي تبعت كوليكت أول سبيشال ويبونز لا تستخدم هاي السول. انا موجود عندي التروفي فبالتالي راح استخدمه، تمام؟ هاي اول شيء. ثاني شيء، من نفس البوس اخذنا قطعه، هاي القطعه تيجي هون بتحكي مع يوجين، فاللي راح تعمله راح تعطيك ليجن ارم جديده. الليجن ارم الجديده هي اسمها فولمينس، لو تيجي هون ويتش اللي هي هاي، بس انت احكي معاها بتعطيك اياها على طول. هلا فولمينس انا شخصيا ما بفضلها، هي بتعمل سكيل مع الادفانس، ولكن في بدايتها راح تكون خطر انك تستخدمها، لسبب انه انت بتشحن بتطول لتشحن، وبنفس الوقت ما بتقدر تتحرك، بتقدرش تروح لا يمين ولا شمال، فراح تاكل دمج وانت بتعملها، احتمال تموت، وطبعا اي حدا بضربك بيعمل لك انكرب. ولكنها كونها كهرباء فهي بتعمل بيلد للستاجر بطريقه كثير سريعه، اوكي؟ فعشان هيك الابجريد تاعها راح تصير احسن في الاستخدام. في الابجريد راح تصير تقدر تعمل تشارج وانت تمشي ماشي بس، والابجريد اللي بعده راح تصير تعمل دمج حواليها، تمام؟ فلقدام ممكن نطورها نحكي فيها شوي. الشغله الثالثه اللي عملتها، احنا قبل البوس حكينا مع جيبيتو، لقيناه قتلنا الماد دونكي، حكينا مع جيبيتو، وكان في بعد البوس في باب، هذا الباب ما بنفتحه غير لما نرجع على هوتيل كرات ونحكي مع جيبيتو. فانا اوريدي اخذت المفتاح. بنفس الوقت جيبيتو هون راح يعرفك على نيو ميكانيك في الجيم اللي هي بي اورجن، تمام؟ كرسي الحلاد هذا. هلا البي اورجن هي از تالنت تري. طبعا هون لما تحكي مع جيبيتو راح يشرح لك الاربع مناطق الجديده اللي بدنا نروحها: فينيني وورد، سانت فرانجيليكو كاثيدرال، مالوم ديستريكت، وروزا ايزابيل ستريت، تمام؟ هلا لما تيجي على الكرسي هون راح يفتح لك صفحه التالنت تري او اللي هم مسمينه بي اورجن. البي اورجن بتعمل له ابجريد عن طريق الكوارتز. هلا بمجرد ما تقتل سكراب ووتشمان يفترض انه يكون معك تنتين فقط، اوكي؟ فالتالنت تري مقسمه خمس فيزز، هاي فيز 1. هلا لو تيجي على فيز 2 راح يحكي لك نوت افيلبل، ليش؟ لانه لازم تاخذ من هون تنتين على الاقل. هلا كل دائره فيها سبيشال افكت، مثلا هاي الدائره انكريز بولس سيلز فبصير معك كمان هيلينج زياده، اللينك دوج بتصير الدوج تاعك اسرع شوي بيستمنه اقل، الفيبل سلوتس احنا اوريدي معنا ثلاث، هاي بتزيدك اياها بتصير اربعه، واخر وحده انكريز ستاجر بالويندو، المده اللي الانمي فيها ستاجر. هلا كيف بدك تعملها اكتيفيت؟ لو تطلع هون لينك دوج تحتيها في اثنين امتي سلوت، تمام؟ عشان تعبي الامتي سلوت هذا لازم تستخدم الكوارتز. هلا هون حيكون صعب شوي اشرح، بس لما اخذ كوارتز ثانيه برجع بشرحها. فلما تختار هاي مثلا راح يفتح لك اربع تابس، واحده لها دخل في الاتاك، واحده لها دخل في الديفنس، واحده لها دخل بالكونسيومبلز، والرابعه لها دخل بالسرفايفابيلتي او شيء زي هيك. فانت بتختار منها اللي بدك اياه وبتحطهم هون. فانا اول واحده اخترتها انهانس تشارج اتاك، لسبب انه اغلب البلاي ستايل اللي انا قاعد بلعب في الجيم هاي تشارج اتاك اللي هو R2 يعني. والثاني اللي اخترتها تشارج ليجن وان انيميتنج انمي، يعني كل ما اقتل انمي ليجن تشحن حالها لحالها. فلما اخذ كوارت ثانيه راح ارجع اشرح عن التابس هاي. يعني بفكر حالي بصور ولكن بسجل، ولكن ما كنت عم بسجل. فانيوي هذا اللي عملته. واخر شيء عملته كان اني لفلت، صرفت السولز اللي معي، وهلا كوني اخذت السول تبعت البوس فراح ارجع الفل. هلا ادفانس 20 فور ناو، 20 از مور ذان انف، ترفعش كمان. الفيتاليتي بدنا نوصلها ل 20، الفيجر بدنا نوصلها ل 15، بعدين بدنا نصير نرفع دمجنا بزياده. ف 20 ادفانس في هاي المرحله احنا امورنا كويسه. فهلا ضلك ارفع فيتاليتي وفيجر ليوصلوا 20 15. قديش لازمني؟ بدي 200. طب هات خليني ارفع الليفل كمان. برضه لسه اذا ليرجو عداد ليرجو ضوء ازرق معناته انا بقدر الفل. تمام
طبعا برضو كمان الحلقة الماضية خلصنا السايد كوست الاثنين اللي كنا ماخذينهم. من هون بدنا نرجع على كراد سيتي هول كورديار ونبلش بالمنطقة المنطقة الجديدة اللي هي فينينسبورغ. بدنا نروح على المصنع اللي بيعمل البابتس. تمام، هاي الارينا تاعت البوس، امشي هناك. هون بكون عندك لوت، بس احنا اخذناه نهاية الحلقة الماضية. افتح الباب. فينيني ووركس. فينيني هو صاحب المصنع اللي بيعمل البابت. بعدين بروح جيبيتو بحط فيهم الهارت بخليهم عايشين. قصدي نعمله بدنا نقتل هاد. لنجع هاد. طلع هون في انمي راح يطلع لنا عن الحيط. وقعت خليها بنرجع لها. تعال هون على اليمين راح يكون في واحد عم بستنانا. لا لا اوكي هلا. انا مش مع انك تنزل تحت لسبب، لو تطلع في الافق هناك شايفينه هذاك راح يكون يرمي علينا قنابل. بدنا نروح نقتل بالاول. اوكي هلا هاي الخشبة، هذا الجسر بنكسر، فالأفضل إنك تركض تموت وتوقع. ماشي كلاب، واطلع السلم. كانش المفروض أوقع بس يلا بسيطة حصل خير. تعال كلاب باللوت. هلا شايفين في واحد هناك بيرمي قنابل، وفي هذا الشخص الكبير. على ذاك الواحد بعرفش اذا بقدر اجيبه من هون، نجرب. اوكي مات، ممتاز. هذا اللي تحت كان المفروض احنا ننط نقتل هاد ناخذ اللوت، بعدين اللي تحت يكون موجود هون فنضربه لنج اتاك. تمام، فبدنا نرجع ننزل تحت خذ هذا اللوت. قبل ما نبلش بهاد المفروض انه في كمان واحد هون. ايوه قتله. تمام تعال هون فوت على الشمال خذ اللوت. تعال تعال تعال، جبت لي اصحابك مبسوطة حالك. اوكي ليش ما بده يسحب؟ هلا هذا المخلوق اللي طلع لنا فعليا هو كان متخبي هون، فالمفروض انت لما تيجي هون يفاجئك. يوم كمان حبه فوت نسيت اخذها. لا سبيشال ريزيستنس. كده هيك بنكون خلصنا كل اللوت الموجود هون. هلا من هون انت المفروض تنزل الدرج، بس ما تنزل الدرج لسبب هلا بشرح لك اياه. تعال هون اقتل هذا. اوكي خذ اللوت. بعدين تعال هون ما تنزل الدرج لانه هاد موجود هون وظيفته
يفاجئك. هلا بدنا نقتل هدول. طبعا انت راح تروح تركض عليه بس راح تتفاجأ انه في ثلاثة اربعة حيطلعوا بالجسر. فياد برضو هذا حيطلع حوالينا فيسحبوا لعندك. اوكي كلاب وكلاب 100%. هاي خلصنا الاعداء الموجودين هون. هلا ارجع طريقنا من هناك احنا، ولكن ارجع هون فوت من البوابة. راح يكون في عندك تليفون برن، هذا التليفون راح يعرفنا على كاركتر جديد. هذا الكاركتر اسمه كينج اوف ريدلز، ملك الاحاجي. فراح يعطيك حزيرة، هاي الحزيرة لما تجاوبها صح سواء صح ولا خطأ راح تاخذ مفتاح. هذا المفتاح يفتح لنا غرفة هيدن يوجولي تعطينا اواعي جديدة. تمام. هلا هون جاوبت صح او جاوبت خطأ ما راح يأثر عليك بالاندينج. تمام، هاي معلومة خليها في بالك، جاوبت صح او خطأ ما راح يأثر عليك بالاندينج. انه ما زلمه بيحكي كثير. فحيعطيك الحزيرة الاولى. الحزيرة بيحكي لك اشي بالنهار الصبح، فترة الصبح بيمشي على اربعة، فترة الظهر بيمشي على اثنين، وفترة المساء بيمشي على ثلاثة. فهي نفس احجية اللي هو شو هو اللي بيمشي على اربعة والثلاثة واثنين وثلاثة، اللي هو البني ادم الهيومن، وهو بيبي وهو كبير وهو شاب وهو ختيار. فهي الحزيرة الجواب مونستر هيومن، فانت بتجاوبه هيومن راح يعطيك المفتاح. اوكي فبعطيك ترينيتي كي، ولما تجاوب يور سبرينجز ار رياكتنج. زي ما حكيت الترينيتي كي هذا الزلمة كينج اوف ريدلز راح نلاقيه خمس مرات، في الخمس مرات راح يعطينا خمس مفاتيح، مفتاح خمس غرف، راح يكون في له سبيشال تروفي. اوكي مش سبيشال تروفي، راح يكون له تروفي. ليجن ماجازين. هلا اطلع من هون راح نوصل على المصنع. ويت فينينيز بوك. هلا بدنا ندور على فينيني. فينيني هو صاحبه لجيبيتو اللي اجى يطفي المصنع ولكنه ما طفى، راح ولم يعد. نزل هون راح تلاقي عندك ستار جيزر. اوكي كست على السريع. هلا اول شيء بدنا نعمله هون خذ اللوت، تعال على هاي الجهه. هلا هون راح يكون في عندنا ثلاث اعداء، اثنين صغار وواحد كبير. هيهم فهي اول واحد صغير على يمين، فاسحبه لعندك اقتله. ثاني هيو. اوكي وهذا الثالث. بس تقتله. فهذا من الاعداء اللي دائما بتضلها تسحب تعمل سبون. خذ اللوت. ولو تطلع هون في عندك سلم، تحت في عندك انمي كبير عم بيمشي والارض خضراء، فيضمن انه هذا بويزن او هم مسمينه كوربشن. بس لما تنزل تحت راح يكون في عندك اللوت، ما في عندك اي مخرج ثاني الا السلم اللي هناك. هلا هذا السلم هو عباره عن شورت كت لازم تفتحها بعدين عشان تقدر تطلع. زائد هذا الماسوره الحمراء هاي برضه شرطة ثانيه تفتحها بعدين. فحاليا ما تنزل هون، بامكانك تقتله، مش انك ما راح تقتله بس راح تضلك كوربتد او عندك بويزن، فبدك تضلك تشيله بموت ايزي اللي بموت. بس بدنا نلعبها ب مور سيف، بدنا نلعبها ب
اقل ريسك ممكن، فخليها هذا نرجع لها بعدين. اصلا بالاخير المنطقه كلها راح تلف وتوصل. anyway تعال اطلع الدرج هون على اليمين، في عندنا لوت دم ايرجو فراجمنت. طريقنا من هناك، بس قبل فوت على الغرفه هاي ورا البيراميد راح يكون في فتحه في الارض. هلا هاي الفتحه راح يطلع لنا منها او راح يكون فيها تو بابس. تمام، هون راح يكون في عندنا صندوق، هذا الصندوق راح يكون فيه فاير داجر، ثاني سلاح للادفانس سلامندر داجر بليد. هذا عبارة عن ادفانس ويبون، هو داجر وبيعمل بيلد اب للفاير بشكل كثير كثير سريع. الاتاك تاعه سريع وبيعمل بيلد اب للفاير. هلا هذا ديفنتلي راح استخدمه، بس مش هلا لانه بدي ابدل الهاندل تاعته عشان تبطل كثير قصير. تمام، فانيوي نعمل ريست نكمل طريقنا. لو بدك تلفل جو هيد معنا 2300 او انا معي 2300. تمام، هلا بنمشي من هون. راح يكون عندك هدول اللي ورا برمي قنابل، خلي اللي هون يوصل لعنا. وين سلاحي؟ هلا البرمي قنابل في قدامه خشبة، هاي الخشبة بتنكسر فبتدير بالك، اسحبه لعندك. شايفين؟ فانت المفروض تروح تركض له توقع هون بالفخ، هون راح يكون في عندك مجموعة كبيرة من الأعداء، ولكن ما بنخافك. لو وقعت راح توقع هون، أنا بحكي لكم راح توقع هون، فبنلعب بحذر. دولاب دولاب راح نقتله، خذ اللوت دروب عاد عباد. فلو صار ووقعت من هون يعني هي مش أسوأ إشي، راح يكون بس هون هذا بستناك والباقي راح يضل شوي يطحوا ويمشوا عليك شوي شوي. فمش هالقصة. افتح هذا الصندوق عشان ناخذ بالفورد شوك كارتج كمان ديفنسيف للكهرباء. طبعا برضو إذا وقعت وحشروك حسيت حالك بدك تموت اركض لهون، في عندك سلم، السلم بتكون أنت في أمامك. البابتس ما بيطلعوا سلمات، سلالم سلمات. تمام، خذ الفاكتوري مانجر ريبورت. خذ اللوت. هلا هون شايفين الصندوق ذاك راح ينكسر، توقع تحت، بس تنزل تحت راح يطلع لنا إليت انمي. تمام، هذا الشخص حامل تو شيلدز معه، فالحل الوحيد انك تضربه بدك تضربه تلف وراه او انك تعمل له ديفليكت في اللحظه اللي بيفتح فيها الشيلد. هلا شفته راح يقتلك، اركض وراه، طلع هناك فوق راس الكاركتر بالضبط في في درج، فبتطلع ذاك الدرج بتوصل عند ستار جيزر على السريع وترجع. ولكن اذا شفت حالك مانجينج اقتله، مش المفروض انه يغلب. هيو الاخ يعني طول ما هو فاتح شيلز انت بامكانك تضربه، لما احط الشيلز هيك لازم اضربه من وراه. اخ معلش اهيل، معلش تسيبني اهيل لو سمحت، ما راح اسمح لك تقتلني. Thank you.
هيك بكون مات. بعطيك ليجن كاليبر، الليجن كاليبر بتستخدمه عشان تطور الليجن ارم اللي معك. فلو شفت حاله، شفت انه راح يقتلك، تعال هون. هي هي الدرج ما راح يلحقك لهون، وهذا الدرج برضو فيه عليه فراشه. هيها تمام، حطتنا موتيفيتي كرانك، وهنا في ثيرمايت. وهي الستار جيزر اللي كنا نحكي عنه. تمام. هلا هيك احنا خلصنا يعني جزء منيح من المكان، بس هون في منطقة صغيرة خلينا نخلصها قبل ما نخلص الحلقة. هلا هي المنطقة كلياتها بويزن، فخلي معاك شغلتين. الشغلة الأولى خلي معاك الفلاسك الأزرق هذا تمام، وبرضه خلي معاك الفلاسك الأزرق الثاني اللي هو هذا ريزيستنس. هلا شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا بيزيد لك الريزيستنس تاعتك. يعني مثلا إذا أنت في بركة بويزن وخلينا نحكي بدها 10 ثواني عما يعبي البار وتبلش تاكل دمج، لما تاخذ هاي بصير بدها 15 ثانية، فهذا هو الريزيستنس. بس هذا شو اللي بيعمله؟ انت اوريدي صار عليك بويزون وبلشت تاكل دمج، هاي بس تاخذها بتشيل عنك كل البويزون اللي انت اكلته تمام. فهذا الفرق بيناتهم. هلا بدنا نفوت من هاي المسدوره، كونه ما علي بويزون وما علي شيء، فراح استخدم هاي بتزيد لي الريزيستنس تاعتي. هلا في حال صار وصوره بويزون بستخدم الفلاسك الثاني، او هم مسمينه كوربشن في الجيم. شايفين البار عم بيعبي كثير بطيء لهذا السبب. هون في عنا كمان واحد، قتلو، خذ اللوت. طبعا اذا منتبهين الكاركتر ضاوي ابيض، طول ما هو ضاوي ابيض يتضمن انه اللي الشيء اللي اخذناه شغال. هلا هدول راح يكون في منهم ثلاثه، فبدناش نقتلهم كلهم مع بعض، راح يكون هاد وهدول الصغار راح يكون في منهم مفروض انه ثلاثة. كيف شايفين هلا البار صار يعبي كثير اسرع لانه الريزيستنس تاعتي راحت. فلو تشرب من الفلاسك الازرق اللي معي حاليا راح يقلل. شايفين هلا البار عبا، عم باكل دمج، بتاخذ مناد بروح منك. هلا بنكمل، راح يكون في عنا كمان واحدة متخبية بالبويزن، وآخر الطريق راح يكون في عنا فراشة وراح ينزل لنا تقريبا ثلاثة أعتقد. بس من جبل الموضوع مش صعب زي ما شايفين، بلش الفانوس يضوي. هاي الفراشة وهي الناس اللي بتنزل. مية بالمية هيك خلصنا. خد الهيدن مون ستون، خد هاي. هيك خلصنا هاي المنطقة الصغيرة. هلا eventually احنا راح نقدر انه نشيل البويزن، فكل البويزن في كل المناطق راح يروح ما عدا هون، فيعملها بأي وقت انت بدك اياه. ما راح يكون في
يعني ريكومندد تايم انك تعملها. تمام. فهلا بس بدي ارجع على الهوتيل الفل، ان شاء الله الحلقه الجايه بنكمل بنينزبورغ زي ما حكيت، بدي اكمل رفع الستامينا والهيلث. تقول ليفلز ماشي موافق. اوكي وبنرجع ل المكان اللي كنا فيه. وانا اخذت هيدن مون ستون، فعلى الاغلب انه بامكاني الفل مره ثانيه، الفل الويبون، بس مش مشكله نلفله المره الجايه لما نوصلهم. تمام. فانيوي لحد هون كان معكم جيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنت. نشوفكم في الحلقه اللي جايه. سلام.